السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله يكون فيديو اول في سلسله باش نحاولوا نطرحوا ولا نفتحوا ملف مشروع مجتمع. تعرفوا انه البعض راه يتبع بجيل جديد، انه في المؤتمر الاول، المؤتمر العادي الاول، صوتنا على مشروع مجتمع، ومدى بنا يعني نعطيه فكرة حوله للإخوان اللي هم يتبعوا فينا. فلماذا مشروع مجتمع أولا؟ مشروع مجتمع هو اللي راه يحدد شوية المستقبل اللي حابين نبنيوه لنا، نبنيوه لأولادنا، وكذلك اللي راح يعطينا الوسائل وراح يحاول يحلل باش كيفاش نبنيو هذا مشروع المجتمع. فالبعض يقدر يتساءل علاش في الحالة اللي رانا عايشينها نروحوا نتكلموا على مشروع مجتمع والقضية ثقيلة ربما وشوية يعني لازم الوقت، وما راناش يعني نروحوش مباشرة لمحاولة تغيير النظام كما البعض يقول لك نسقطوا النظام، نبعدوا النظام الفاسد هذا ثم بعد ذلك نشرع في هذا العمل. البعض الاخر يقول لا، لازم نحضر من السابق، نعرف واش رانا نديرو ونروحوا بعد التغيير اللي راح يجي حتما تكون حاجه في يدنا ومتفاهمين عليها وربما البعض قانع بها. هذه يعني نظن انه من الاحسن نكونوا نعرفوا من قبل واش رانا نديرو، في اي اطار رانا نتحركوا باش نروحوا للمستقبل. سؤال ثاني يجي، شكون اللي عنده الحق باش يفتح هذا الملف تاع مشروع مجتمع؟ لان قال واش راح نغيروا في المجتمع نتاعنا، هل راح نمسوا العادات نتاعنا، هل راح ننتقل الى مجتمع اخر الى اخره. من حق كل واحد يتكلم، وانا نشوفوا كيفاش في البلاد كاينين اللي يقول لك نعاودوا نرجعوا للعادات نتاعنا، كاين اللي يقول لك نروحوا نخلقوا لائكيه، كاين اللي يقول لك ندخلوا في العالم الجديد. لازم هالمفاهيم تصبح في متناول الجميع باش كل واحد يقدر يختار وهو فاهم واش كاين. زيد شكون اللي قادر يعني يقترح؟ انا نظن انه كل فرد جزائري، كل واحد منا اللي عنده وعي، اللي عنده فكره، اللي عنده اطروحه، عنده الحق يجي يقدمها ويخلي الناس هما تحكم من بعد، اللي يقبل ولا اللي يرفض، ولا المهم تكون في اطار سلمي وقانوني. نقطه اخرى مهمه، نعرف انه كل المجتمعات تتطور تتغير مع الوقت، وكل جيل ولا جيلين عندهم رهان امامهم، ويخرج من وسط المجتمع ناس اللي يحبوا يحملوا القضيه. مثلا في القرن العشرين ابداها من 1920 على الاقل ولا 24 ومن سابق، ولكن معليش احنا باختصار نشوفوا ان الاجيال المتتاليه كان عندهم فكره كيفاش نحرروا البلاد، لان البلاد كانت تحت استعمار. رفضوا هذاك الرهان ونجحوا في 62، الجزائر استقلت. ولكن الان في 2017 كان رهان اخر، والرهان هو كيفاش نبني دوله قانون، كيفاش نحل المشاكل تاع الناس. لان كي نشوف نرجع للمجتمع نصيب ان كل الجزائريين مش راضيين بالواقع اللي رانا فيه، كل واحد واش يغضبوا، ولكن في النهايه يعني كاين رفض للواقع. واحد عنده مشكل ما يروح المستشفى ما يقوموش به، واحد يروح للاداره ما يقوموش به، واحد يحب يستثمر ما يقوموش به، واحد عنده مشاكل ساكن، واحد كل واحد عنده مشكل في حياته واللي مرر له حياته، وما على بالناش شكون المسؤول في نهايه الامر. البعض يقول لك السلطه، البعض يقول لك وزير، البعض يقول لك الوالي ولا المير ولا الجار ولا المواطن ولا، ولكن كل واحد يحس باللي ما راناش عايشين في نوع من السكينه ولا اللي تخلينا نعيشوا حياتنا في الهنا وفي السعاده. فهذا اللي خلى الجيل تاعنا وربما بعض الافراد يحاولوا يوعيوا الناس بالمشاكل اللي رانا عايشينها وكيفاش ربما نوصلوا لفك هذه المشاكل. فالبعض يجي يقول لك انايا نمارس مثلا في الميدان الفكري وندير محاضرات ونحاول نقنع الناس. البعض الاخر
يتنظم في إطار جمعية محلية ولا وطنية، البعض الآخر يقتحم الميدان السياسي. احنا في نظرنا الحزب يعني هو المجال الأحسن، لأن الهدف نتاعو واضح، هو باش نوصل إلى السلطة، وكي نوصل للسلطة نمارس السلطة هذيك باش نحاولوا نجسدوا المشروع المجتمع اللي نقدموه للمواطنين باش يصبح واقع. فالمهم جدا انه أغلبية او الناس يكونوا بكثرة يفهموا هذا المشروع ثم يقدروا يناضلوا من اجله. هذا اللي نشوفوه في الحصة المقبلة ان شاء الله. السلام عليكم والى اللقاء.